مراد خلينا نتمسكوا معك. لا هادشي غير يفسد لك الاخلاق اخويا جون. واعطينا نسمع شي مقيطه ورد لك بالزربه. واخا واخا، ولكن تعطيني الفكره ديالك على هويه الشخص. اوكي الفكره، ولا نعطيك حتى الكلمه ديالي. اعطيني نشوف لاش تسمع هاد الديناصور هذا. وابش شويه بلا دفيه، يلا جيب ودنك نخشي لك الليزيه. شد الشادة ويلي 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 ويلي. وبلاتي يا صاحبي انا ندير ستار وتسمع الاغنية تمالك. لا حيدي هادشي من ودني. وراغي يميني ما صاحبي. هلاو الافيونين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. مهم قبل من هذا الشيء اختي ولا اخويا، راه الا ما درتيش لايك بحال ما درتيش جيم. مهم بغيت منكم انكم توصلوا هذا الفيديو ل 250 لايك وشي ربعه ديال البارطاج. صافي بركه، يلا نبداو. جول أشولي ولد مدينة باريس بفرنسا، تولد في سنة 1832 ومات في نهاية الحرب العالمية الأولى 1918. واش هذا عنده نفس الفكرة ديال فرويد؟ لا، هذا سيدي ما هدر لا على الأنا، لا على الأنا الأعلى، لا لهو هو هذا كانت عنده واحد الفكرة مختلفة تماما، وأصلا كان قبل ما يجي فرويد، يعني كان قبل منه بسنوات. إيوا شنو الفكرة ديالو وداك التصور ديالو على الهوية ديال الشخص؟ أنقول لك، هو تيشوف ان الهويه ديال الشخص المنطلق ديالها اولا مناش يمكن لك تعرف الهويه ديال الشخص من الذاكره ديالو، زعما الذكريات اللي عاش وداكشي اللي عاش من قبل والماضي ديالو والافكار اللي خدا في الصغار وداكشي ديالو. وثانيا الطابع، يعني التصرفات ديالو، واش كيتعامل واش ما كيتعاملش، واش زوين واش خايب، واش عقلتي على ديك الدار في المدينة. وباش يفسر هاد العيبة أعطى واحد الفكرة اللي ممكن أنك أنت تجربها بينك وبين راسك وتفكر فيها شوية فلسفيا. قال لك دابا أنت ياك أنت دابا إلا شديناك وحطيناك في واحد الجسد أخر فرما كيتبدل فيك والو من ما عدا الجسد، يعني الذكريات والطابع ديالك تيبقى فيك. يعني سواء خديتي واحد لونه صمر مثلا وديتي لواحد لونه بيض ما تيتبدلوش دوك الطباع، ما تيتبدلوش الذكريات ديالو، ما كيتبدلش داكشي اللي كيحدد الهويه ديالو حسب المقوله ديال جول لاشولي، اللي هي ان الجوهر ديال الهويه هو الطبع والذاكره. ولكن خرجوا ليه شي افكار من الجنب، جاوا شي وحدين وقالوا ليه باش ننفيو لك هذه الفكره هذه، ان راه يمكن لواحد مثلا ضربوا شي طوموبيل ويجي الزهايمر وما يعقلش لا على ذكريات ولا طابع. لا ماشي الطابع ديال المقاطعه، طومبو طابع زعما التصرفات وداكشي ما يبقاش عاقل عليه وما يبقاش يدير دوك التصرفات، يعني يوليو عنده تصرفات اخرين وعادات اخرين. جولا شولي قال لك سيدي الهويه ديال الشخص ما كتغيرش، لا سيدي كيبقى داكشي ثابت، واحد العنصر جوهري اللي كيبقى ديما في جميع الفترات اللي تيعيش الانسان في حياته. ولكن هنا الحقيقه مازال شويه مبهمه وما تتعرفش واش الحقيقه ديال لاشولي هي الصحيحه ولا ديال شي وحدين اخرين جاوا من موراه هي الصحيحه. واش بان لك فهاد الشيء يا جون؟ وسميتي جول ماشي جون، جول اصاحبي وخلينا نتموسكو. واه كنبغي ندلعك بجون ورا اللي زيات وتبربي لخديتي يومي كعطيتك الفكره وبعد ندير